أول شيء تابع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة من البداية من لا إله إلا الله. رسول فيهما شنو لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بحارب تعظيم البشر فقدرا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. في سنن النسائي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. العقيدة أهم شيء، علم الناس التوحيد في الشدائد وفي الكرب كان بيلجأ لله سبحانه وتعالى. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وصاحبه منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحبه ولي ولا ما ولي يا جماعة؟ ولي كبير، أكبر ولي في الأمة دي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في الغار، ولي كبير لكن ما بيتصرف في الكون. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الاعتماد على الله والتوكل على الله واللجوء إلى الله. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. نازل واكفين هذه الجنب الغار قرآن، هذه ظاهرة لو واحد بس دنقر، بس لو نظر أحدهم موضع قدميه بس لو دنقر كده لرآنا. قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ كي قال لك ومن الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما قال لي أبو بكر كذا أصبر لي شوية أنا أربط لك حجاب بتاع إخفة، الناس دي ما بشوفوا أي شيء، ما عندهم حجبات ولا عندهم اعتماد على البشر. ولا أبو بكر قال أنا منفخ من كرعين، ولا قال أنا بتصرف فيهم، لأنه يا جماعة الله في القرآن قال رب العزة والجلال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. شوف بعد قال شنو، له معقبات. الله جعل للإنسان ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. شفت القرآن ده بملاك يقين وتوحيد وبزهدك من البشر وبعلقك في الله الخلق البشر سبحانه وتعالى. والله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف بعد قال شنو، وإذا أراد الله بقوم سوءا. شفت الآية دي لو في إمتى حجاب بتقطع، ودعة بتقطع، كمون بتيدع، لو في حاجة في البهيمة بتقطع طوالي، لو في حاجة في العربية خاتية من العين للعين بتيدع طوالي.
دي بتملاك توحيد وعقيدة وإيمان ويقين. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الكلام أوضح من ده؟ فلا مرد له. جاي عقرب تطقك ما فيش بيردها، الله كتب لك ما بتطق. جاياك طلقة ما فيش بيردها، جاياك مصيبة ما فيش بيردها. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، ده الله سبحانه وتعالى. هسه البرق ده لما نيجي في ناس بيخافوا وناس بيطمعوا. الزول تلقى الجنيات الصغار مما البرق يجي طوالي بيجروا جوا الغرف، كان بيلعب ورا بيجروا. البرق ده لما نيجي صح ولا ما صح؟ والزول اللي عنده زراعة بكون طمعان، الله يجيب المطر يقول الله يجيبه، عنده زراعة في الخلا ده طمعان وده خايف. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. سحابه ثقيلة أقوى زول السن، لو ادوه كورة بس بتاع التلج قال له امسكها كذا الساعة واحدة بالظهر أقيف في نص الشمس بيقدر يثبتها ولا بتسوح منه؟ تزوح طق 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 مهما كان طق، كان عمل لها كذا بتنقط بالجنبات. سحابة قدر الجبال، قدر الجبل فوق نقطة ما بتنزل، الشمس قريب ما بتنزل ولا نقطة، ما قوي. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ملائكة بتخاف منه، ملائكة. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد ده كله قال وهم يجادلون في الله، بعد ده يجادلوك ولك الله براو ننادي براو لين نادي براو وغيره ماله ما في زيه يا أخي، لا مثيل له، لا ند له، لا يستحق العبادة إلا هو. دعاء غيره شرك، دعاء غيره بجيب الغضب، بجيب السخط، بجيب العذاب. له دعوة الحق، الله سبحانه وتعالى دار الحق، تسأل الله وتدعو الله وتدعو الناس يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، ده الحق يا جماعة. والذين يدعون من دونه بينادوا غير الله، يخلوا الله يتركوا الله ينادوا غير الله، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. زول يده كده ده بير، بير قدامه البير ده هذيك الموية، بدل يعمل يده كده زي الكورة ويغرف ولا مطر جاي من فوق يعمل لها كده، قام عمل يده كده مسطرة بس دي بتمسك مويه كذي. كباسط باسط كفيه الى الماء بينادي في المويه ليبلغ فاه. الماء ده مش للخشب، ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء. شو القرآن ده واضح كيف؟ الله قال لكم يا ناس، قل للناس ذيل، الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل للناس تركتوني أنا ومشيتوا للأولياء. قل أفاتخذتم من دوني أولياء، ما لنا الأولياء لا يملكون لأنفسهم، مش ليك انت، لنفسه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا.
هذول ما بيملك لنفسه، بيملك لغيره. يا جماعة قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ده الله سبحانه وتعالى. عشان كذا يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ديل اثنين قال لك شوف ديل اثنين يعني قال لك كان شوف تاني يعني واحد ديل ما بتساوي قال لك واحد مويته طاعمة عذب فرات واحد ملح وفي الملح وجاج بعد ده قال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. الحلية دي من المالح البغوي قال وترى الفلك فيه مواخر. شو النعم دي؟ فوق الفلك السفينة ماشية وتحت شوية السمك وتحت شديد الحلي اللؤلؤ شنو شنو تحت كلها فوائد وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله اداك النعم دي اشكره بس قال لك بس اشكرني بس. والله يا ما انا قريت ايه في سوره النساء يعني توريك انه الله ده رحمن رحيم والله وان ابن ادم ده ما كلفه بشيء كثير. شو الكلام ده كله قال لك شنو؟ قال ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم بس تشكروني وتآمنوا بي تاني أنا أعذب كل شيء صعبة. شو البشر دي اللي الله اداهم النعم دي كلها قال لهم اشكروني أبو يشكروا بحر كامل اديلهم دمعة ما طلعوها نقطة كذي ما طلعوها طيب وداونا النعم دي كلها بيشكروا غيره. الزول يجيب رزق قروش ولا القروش دي لقيتها وين؟ يقول لك اه زول انا كان ما مفتح كان لقيت قروش زي دي. قال انما اوتيته على علم انا زول مفتح وابهاتي مرطبين عشان كده انا عندي قروش يشكر غير الله. الجنة اللي اداك لهم يقول لك والله المرأة 7 سنة ما ولدت مشينا لفكي فلان ادانا جنة وطوالي كيف اداك لهم؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الحادث مرقت منه كيف؟ يقول لك هذول سواق ده حريف الله يشال بيجاي ميلك تاني جابه بيغادي وقال كذي وفي كمون جنب المرايه كان ما الكمون ده كان حادث كان بيجينا ساردين عديل. يقول لك والله يا جماعه بلاوي ثقيله في البلد اي نعمه ينسبها لغير الله كما قال تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هو كريم أنت تغتر كيف؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله ركبك أنت ركب لك اليدين ديل هنا كان ممكن يركب لك تحت والكرعين ركب لك تحت كان ممكن يركب لك فوق وعان
نخر قتالك في محل معين، العيون في محل معين، كان ممكن العيون دي خدتها لك تحت جنب اصابعين الكرعين، صح ولا ما صح؟ تشيل لك فوطه كل دقيقه تتكاوش تنظف عيونك، اداك لين فوق هذا سوى لك رموش، كان جاء ضبانه طق تجي راجع اداك اثنين وركبك يدين كيف كرعين كيف، تقوم على هيلك ركب ليك الله كرعين ديل، تنادي لك زول مركب زيك زي يا فلان الحقني، وذاك ما مركب ذاته، ذاك ما ركبوا له كرع ذاته، وذاك ما ركبوا له يديه. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، ديل عبادي، قال ديل عبادي أنا، كيف تساووا بين العبد والسيد؟ أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، الله قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟